بابا عائشة كانت عايزة تموتني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مستحيل طبعا. لا مش مستحيل، ده اللي حصل. دي اول لما عرفت ان هشام خد عربيتي كانت هتتجنن. بابا عائشة دي حية، ولا بتحبك ولا بتحبني ولا حتى بتحب نفسها. بابا انت لازم تطلقها، دخلتك السجن وكانت عايزة تموتني، مستني ايه تاني؟ بتسمع كلام بنتك يا سليم؟ قالت لك تطلقني؟ طلقني ولا اقول لك بلغ البوليس؟ قول لهم ان انا كنت عايزه اقتل بنتك عشان ترتاح، ولا احسن اخليه يقتلني ويرميني في الجنينه بره عشان ترتاح يا ليلى هانم؟ انت اللي عملت كده، انت اللي وصلتنا للي احنا فيه. انت عايز تقتلي ليلى عائشة؟ مستحيل مستحيل انا اعمل كده. كنت عايزه تقتلي ليلى يا عائشة؟ انا عشان بس اكتشفت انها بنت سليم مش بنتك انت؟ يعني انت كل مشكلتك معاها انها بنت سليم؟ يعني لو كانت بنت يتيمة عادية زيها زي اي حد ما كانش بقى في مشكلة خالص؟ صح يا عائشة؟ ما انت مشكلتك معايا انا. أنا بكرهك، أنا مش بس بكرهك، أنا مش طايق أبص في وشك، مش عايز أعيش معاكي تاني. أنت طالق يا عائشة، طالق. أنت طالق يا عائشة، حلو وماله؟ مفيش مشكلة خالص، والله أحسن، على الأقل كل واحد فينا يبقى حر ويعيش حياته بقى. أنا هعمل معاكي اللي أحسن من كده، وده إكراماً لأنك أم هشام ابني. طالما ربنا ستر وليلى بخير أنا أعتبر إن مفيش أي حاجة حصلت، بس إن أنا كده عداني العيب وأبقى راجل حقاني. حقاني؟ أنا مش حقي بس فلوسك اللي في البنك ولا المصنع اللي لهفته بنتك. أنا حقي الحقيقي إنك تخرج عريان زي ما دخلت عريان. سليم أنا عايزة أقول لك حاجة. أها. خلي بالك على نفسك. حزبي. على فين يا هانم؟ طالعة أخد حاجتي. أسفة والله. مالكيش أي حاجة هنا. ومحدش هيخرج من البيت ده بالهدوم اللي عليه غيرك أنت يا عائشة هانم.